السلام عليكم، هلا والله شباب، كيف حالكم؟ معكم رياض اوسم. زد المقطع الثاني اليوم او الاول، الثاني ان شاء الله بينزل في القناه الاولى من قناه اوسمز اكسترا. اليوم ان شاء الله راح نتفرج على رده فعل، او بنسوي رده فعل على مقاطع فورتنايت سيزن الخامس، سيزن الجديد. في اشياء انا ما استوعبتها الى الان، اشياء ما تعمقت فيها، يعني ما لعبت كثير. شوف الاشياء اللي صارت للناس، الاشياء اللي تحدثت في الماب، وبنشوف اشياء واجد الزبده. طبعا كالعاده الاسبوع هذا رفعت ثلاث مقاطع، اثنين منهم انحذفت لان كانت ردات فعل على المباريات فانحذفت للاسف. عموما ان شاء الله المقاطع الجايه ما راح تكون ردات فعل المباريات، خلاص العاب بس عشان ما تنحذف من القناه. لا طول الكلام، بسم الله خلونا ندخل في المقطع. ايه هذا اللي تو اتوقع مصريين، اتوقع يب كانوا عرب اللي قبل شوي. يلا متحمس نشوف اشياء جديده في الموسم هذا، الموسم الجديد اللي راح نستعرض لكم لاول مره في القناه الثانيه. نزلت مقطع في القناه الاولى اللي ما شافها، سيزون 5 از هير اند اتس ون اوف ذا بيست ييت. والله صدق، هل يعتبر السيزون هذا من افضل ولا لا؟ شوف زي هذا شوف يا هذا سلاح جديد، شوف سلاح جديد، يعني اشياء ما ادري عنها صراحه. اوكي اوبا، والله قوي. احس جربت الشوتجن هذا الشباب، قوي ولا لا؟ برضو عندك الرايفل هذا الحراري. اوكي اعطى واحدة. ايوه. اوه 275 اعطى هيد. طيب وش هذا؟ سول، اي هذا يقول لك تلتد سولتي مع بعض، صارت مخلوطة مع بعض. هذا شيكنا عليها. وهذا برضو ساحة قتال ضارب. اي صح. من الاشياء اللي شيكت عليها وشفت مقطع واحد اجنبي وش سوى. انا للحين ما تعمقت صراحة ولعبت، لكن عندك تروح لواحد وتسوي مهام. يقول لك مثلا ابغاك تذبح لي واحد معين في الماب، ويعطيك رادار ويقول لك ترى في هذه المنطقه نفس كود باونتي، يعني نفس كود نفس ايبكس ليجند. والله العظيم فكره حلوه صراحه، يعني صح انه قلده لكن كويس، يعطي طعم شوي. زيرو بوينت نديك تستخدمها كرفت، هذه برضو من الاشياء اللي استوعبتها. شفت قبل شوي واحد نازل بالهذا، يب هذا راح يدخل الحين اتوقع، يب بجربها كرفت. رفت نوعا ما هي تطير شوي، هذه من الاشياء برضو اللي شفتها، يب زي كذا تعتبر كانها رفت. ف والله اشياء صراحه جميله، يعني في السيزون احس انه في اشياء كثيره ودك تسويها. برضو يمديك تدخل تحت الساند، ما ادري اذا بيستعرضونها في هذا المقطع ولا لا، لكن ايوه يو كان ترافل اندر ذا ساند. تدخل اذا قعدت ثلاث ثواني تدخل وتزبن تحت. والله هذه حلوه، لازم نسويها كذا طقطقه على الاجانب. والله حلوه، شوف تزبن اذا جاء واحد اطلع له واعطى في عينه. حلو والله، بس لازم تستنى ثلاث ثواني. يو كان ايفن بيبي يودا از ا اوكي كأنها شنطة. What do you think of the new season؟ وش رأيكم شباب في السيزن الجديد؟ أعطونا رأيكم في الكومنتات. طيب خلينا نشوف نكمل لقطات. أيوة أعطى واحد. حشرة. أيوة. أهلين مستر إديتر. أيوة. طيب وش؟ أيوة. يا ساتر ذبحوا بعض. هذا من السيزون الماضي. Shaking down. بيضحك عليه. لا لا تضحك دائما، لا تضحك. You know what لا تضحك على احد. My طاحت عليهم الشاحنة. جاب 13 ما شاء الله، ما بقى له واحد. لا تقول. اوه والله جابه، يقطع ام الوزنية اللي عنده، وكانت اخر ذبحة بعد مرة حلوة. ديم الايم يا الغالي الايم. ايوه فكرته حلوة والله، فكرته اسطورية صراحة، بس ايمك ضايع. ضبط ايمك، حاول ضبط ايمك الغالي. طيب باقي هو واحد. ايوه اعطى. ايوه كفو، حلوة الذبحة والله، فوزة رهيبة صراحة. بالجيت باك ارقص من حقك، الحين ترقص عادي. saying goodbye to the season in an impressive way. اوه في طريقة حلوة، يلا خلينا نشوف. اوكي طيب
جابها رمى الباتل هذه جابها صح. يقطع ام الصدف حرام كذا. اي عطى طيره كفو يا عمري. اي من حقك ترقص، وضعك سيف وامان. اسحبه في اخر لحظه، يا كثر لقطات اللي يموتون اثنينهم في نفس الوقت، كل واحد يموت الثاني. يا فاهي شلون؟ طيب مره جدار. ما بقى الا ثلاثه، هذا الاول طار. ها بيذبح اخر واحد. اوه بيستخدم واحد من ذولي. انا صراحه ما تعمقت في هذه ولا الى الان ما ادري ايش تسوي، بس خلينا نشوف هذه ايش بتسوي. هذا حق فينوم. اوه اكل الجدار صح، والله نايس. حلو الفلك. ايوه ما ضبطت شوي بس يلا ما عليه. اي حلو، حركه حلوه، اهنيك. هذا ذكي، لاعب ذكي والله. وات هي شلون هاك ولا ايش ذا؟ ولا بوت ذا ولا ايش؟ اوكي كويس انه طلع. شفت كيف عطاه وحده؟ يقطع من الحظ. انا ركزت مع ذا المعلق اللي معه. والله قهر كان بيعطيه تشت. لا 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 وين رايح؟ بصح يا اخويا وش بسوي؟ اتوقع صح يا اخويا. توني ادري عنها هذه، والله توني ادري عنها. شو عشان اعلمكم اني ساحب اللعبه ما ادري. ها توني ادري عنها، اذا حطيت زون كذا يصير. شفتوا والله توني ادري، ممكن بعضكم يدري عن الشيء هذا بعضكم ما يدري. انا والله توني ادري عن الحركه، يعني اذا حطيت حقه الزون ذي جوا الزون ما تتدمج. توني ادري عنها. هلا او برا الماب يقطع ام الجلتش. اطلق وش ذا؟ شلون طلع برا الماب تحت ليزي؟ اوه يدبعت يموت. نزله تحت. اوكي اهلين جلتشات، اهلين جلتشات فورتنايت. اوه والله نشب وحاول كل شيء، حط ذي اللي تودي فوق. اهلين استلم جلتش ثاني، استلم. مجمع موارد ما حد حوله. الغالي عطنا وجه. ان شاء الله استمتعتوا بالمقطع هذا، عجبكم لا تقصروا معنا باللايكات واشتركوا القناة اذا انتم مشتركين، وان شاء الله الايام الجاية راح ننزل لكم مقاطع رهيبة. اكتبوا لنا اقتراحاتكم بالكومنتات. يعطيكم العافية، اشوفكم على خير ان شاء الله. السلام عليكم.